يقول عندي مزرعة أبقار ويوجد عليها دين بقيمة 15,000 دينار، هل عليها زكاة ومعيشة؟ عنده إيش؟ مزرعة أبقار. إيه. وعليها دين بقيمة 15,000 دينار، هل عليها زكاة ومعي شريك ومحتاج جدا؟ إذا كانت الأبقار تعلف، يعلفها من المزرعة، فليس في نفسها زكاة، إنما الزكاة في قيمتها. إذا كانت تعد للبيع، إذا كانت تربى وتباع تعد للبيع، فالزكاة في قيمتها، تخرج ربع العشر من قيمتها. أما إذا كانت تعلف ولا تعد للبيع، هذه لا زكاة فيها ولا في قيمتها.